بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن شاء الله الفيديو ده هنحل مع بعض في تمارين قاعدة الماضي التام. القاعدة دي واحدة من أهم القواعد وأكثرها تكرارا. ليه؟ حضرتك بتستخدمها لما تيجي تستخدم المصطلح بتاع it's time، بنستخدمها مع rather، بنستخدمها مع قاعدة if الحالة الأولى، في الحالة الثالثة بنستخدمها برضو مع وش. فأنت قاعدة راكبة في كل الدنيا، فركز كده واستخدم الله وافهم، وخد الأسئلة واحدة بواحدة، وإحنا هنطول مع بعض شوية في القاعدة دي، مش هعدي ملحوظة غير لما أقولها، برغم إن أنا أصلا مجهد، فما تعملش نفسك تعبان وتسرع الفيديو، اهدى كده على نفسك وبالراحة. أول سؤال بيقول لي باي 1999 مستر محمد هيز بوست جراديويت ستاديز. القاعدة في الموضوع ده بتقول لك يا فندم إن إحنا يا مستر بعد باي بنستخدم، لو في بعد باي ماضي يعني، بنستخدم ماضي تام. طيب إيه الفكرة في كده؟ ليه أنت لما تقول لي باي 2010 أي هاد مثلا بوت الكاميرا، انا عايز افهم ايه الفكره انك بتقولي كده؟ اصلك انت بتقولي قبل 2010 انا اشتريت الكاميرا، يعني انت اشتريت الكاميرا الاول وبعدين سنه 2010 جت. بس عايزك تفهم انك انت هنا الشرط ان يكون ده زمن ماضي، لكن لو انت بتقولي مثلا باي 2030 يبقى ده اسمه مستقبل تام، اللي هو ويل هاف والباست بارتيسيبل. حلو. طب لو انت قلت لي بقى ان و2010 زي ما هي الماضي، فده استخدم معاه ماضي بسيط. طب لو انت قلت لي سينس وبرضه سنة 2010 يعني سنة ماضية، بستخدم مضارع تام. فحضرتك كده قدامك كام اختيار؟ الاختيار الأولاني إن أنت يكون معاك سنس وسنة ماضية فناخد ماضي مضارع تام، أو إن وسنة ماضية فناخد ماضي بسيط، أو باي وسنة ماضية سنة مستقبل فناخد مستقبل تام، باي وسنة ماضي فناخد ماضي تام. حوار كده كله فكسان. تعالى بقى في أول جملة كده، فأنت قلت لي باي وجبت لي بعدها زمن ماضي، فأنت عايز ماضي تام، يبقى هاد دن. طيب باي 1999 مستر محمد's بوست جراديويت ستاديز، يعني الدراسات بتاعت الدراسات العليا بتاعته يعني فعلت، تم القيام بها، يبقى هاد بين دن لان ده مجهول. وين اي سو مستر ايمن ان لندن لاست يير، لما انا شفت مستر ايمن في لندن السنه اللي فاتت. هو كان عايش هناك بقاله 3 سنين، هو عاش 3 سنين الاول وبعدين انا شفته السنه اللي فاتت، فعشت 3 سنين دي زمن ماضي تام، فعشان كده هنقول هاد ليف. طب ليه ما ناخدش هاد بن ليف؟ بص امشي معايا واحده بواحده كده. هاد دي يعني زمن ماضي، وما دام فيها بين يبقى تام، والتصريف التالت ده يبقى مجهول. هاد بن ليفد معناها مش عارف تترجم ازاي، دي ما ينفعش تيجي مجهول اساسا، عيشها يعني. احمد ووز انجري بيكوز سما نوت هيز تابلت، احمد كان زعلان لان سما كسرت التابلت، فالطبيعي انها كسرت التابلت الاول وبعدين هو زعل. فحوار كسر التابلت ده حدث اولاني، فعشان كده نستخدم هاد بروكن. يبقى الجمله احمد was angry because Sama had broken his tablet. الميني تيست نمبر 2 يا شباب بيقول لك I had eaten a sandwich، يعني ده حدث اولاني. I went out وبعدين خرجت، يعني انا اكلت الساندوتش الاول وبعدين خرجت، ده معناه ان اكلت الساندوتش قبل ان اخرج. كلمه قبل دي يا مستر ينفع حاجه من الاثنين، اما before او by the time، اللي الاقيه موجود في الاختيارات هيبقى زي الفل. طبعا after لا، as soon as لا، يبقى انا كده خدت لك before. طب نوت I had eaten a sandwich I went out، بالحكمه كده وبالعقلانيه، انت اكلت الاول وبعدين خرجت، فانت عايز تقول لي انا بعد ما عملت الحاجه الاولانيه دي عملت الثانيه. كلمه بعد يعني ايه يا مستر؟ والله ما دام قدامي ميه تسوى وماضي بسيط، يبقى ينفع افتر وينفع از سون از وينفع وين، انا كده هختار اي اند سي. طب نوت جوينج اوت اي هاد ايتن، الاكل ده حدث ايه دلوقتي؟ اولاني، يبقى ده الحدث الكام؟ الثاني. ده معناها ان سيادتك هتقول لي انا قبل ما اعمل ثاني حاجه دي عملت الحاجه الاولانيه. طب مين اللي معناها قبل؟ بيفور وباي ذا تايم. طيب انت مديني اي ان جي، يبقى ما ينفعش باي ذا تايم خالص، وبالتالي هنستخدم هنا بيفور اللي هي رقم بي. معلش يا مستر اكد لي على الحته كده، هو لو الاختيارات فيها باي ذا تايم كنا خدناها ولا كنا نقرب منها، لان باي ذا تايم لازم جمله، بيفور هي اللي بعدها اي ان جي. طب نوت ايتنج ا ساندويتش ات هوم اي ونت اوت، ايتنج دي فعلا مضاف اي ان جي، فانت هتنزل زي الشاطر على از سون از تشيلها، وهتنزل كمان زي الشاطر على باي ذا تايم لو موجوده في الاختيارات تشيلها، هما الاثنين ما ينفعوش. طيب انت بتقول لي بقى يا سيدي انا كلت الساندوتش في البيت وبعدين خرجت، يبقى ده معناها ايه؟ انك هتقولي after eating a sandwich at home I went out. طيب في هنا ممكن واحد يفكر في حاجه ثانيه، يقول لك يا مستر طب ما انا ممكن اقول لك قبل تناول الساندوتش بالمنزل انا خرجت. معاك في دي على فكره، ممكن نفكر فيها، بس معنى مش منطقي. الطبيعي انك انت بتاكل ساندوتش في البيت وبعدين تخرج، يعني ده المفروض المنطق يعني. طيب رقم 5 I not out I not out until I had eaten. بص لما يكون عندك تلو until وبعدها ماي تام، يعني دي الحاجه اللي حصلت الاول، فهنا الطبيعي الحاجه اللي حصلت رقم 2 في ماضي بسيط. ثانيا تلو انت لما اجيب بعدها ماي تام عايزين قبلها ماضي بسيط منفي، وانا قدامي واحده بس ماضي بسيط منفي، خدها واجري، بس ترجم لو برضو الاول يمكن يكون في الموضوع امور.
فانت بتقول انا لم اذهب خارج المنزل الا بعد ان اكلت الساندوتش. طب I had no sooner eaten a sandwich، يعني بمجرد ما اكلت الساندوتش، والله انا عارف ان معنى sooner عايزين الرابط زان يبقى زان. hardly عايزين بعدها had، فاعل باست بارتيسيبل، فدي ما تنفعش لانها بادئه بالاي، دي ما تنفعش عشان بادئه بالفاعل. باقي معاك was I eating، دي برضه لا، احنا عايزين ماضي تام had I eaten. ايه ليه الفكره ما ناخدش ماضي مستمر؟ اصلك بتقولي بمجرد ما انا اكلت الاول انا خرجت، فالطبيعي انت عايز had I باست بارتيسيبل. طب ميد نايت، استنى بقى كده عشان هنا هنحتاج نقف شويه. الراجل بيقول لك not mid night، تمام، I met علي، وجملة تانية اختها not mid night، ركز في الحتة دي، I had met علي. وهو بيقول لك اختار اللي انت بقى يا برنس، تختار هنا in ولا تختار at ولا تختار on، وهنا برضو نفس القصة in ولا at ولا on. هروح انا اقول لك حاجة كده، انا لسه حالا كنت بقول لك ان كلمة mid نايت دي اللي هي منتصف الليل، ميد نايت دي ويسترداي واي حاجه هتستخدم معاها باي يبقى ده بعبر عن ماضي تام. طب لو انت استخدمت لي ان، سوري، ات ميد نايت، يبقى انت هتستخدم كده هتعبر عن زمن الماضي وممكن تستعبر عن زمن المستقبل. طب ازاي ماضي مستقبل؟ لما اقول لك ات ميد نايت تومورو يبقى انت كده بتتكلم عن مستقبل. طب ات ميد نايت وانت قصدك على امبارح تستخدم ماضي بسيط عادي، لكن لما تقول لي باي فالموضوع قتل كده وشكرا ووجه. فهنا حضرتك الجمله بتاعتنا بيقول لك ايه، اي هاد ريتيرن، يعني زمان ماضي تام، ما دام ماضي تام، بص كده، ما دام ماضي تام يبقى انت عايز باي وميد نايت، فنستخدم هنا حضرتك في الجمله دي باي. طب الجمله اللي بعد كده بيقول لك as soon as I heard of my friend's success، بمجرد ما سمعت عن نجاح صديقي انا هنأته. لو انت من النوع اللي بيحل بالحب فحافظ ان as soon as بيجي معاها ماضي بسيط اهو، وبيجي معاها كمان ماضي تام، فتروح انت قايل اهو وتختار دي تاخدها في حضنك، اقول لك يا حبيبي انت كده غلط، وانت كده هتغلط كتير لو مشيت بالمنظر ده. انت قدامك حدثين، بيقول لك انا سمعت عن نجاح صاحبي، وبعد ما سمعت عن نجاح صاحبي رقم اتنين هنأته، فالتهنئه دي حدث تاني فماضي بسيط فكونجراتوليتد، شكرا. طب رقم اتنين، I saw my friend عمر last week، انا شفت عمر الاسبوع اللي فات، انا ما كنتش شفته من 2019. هنا بقى اديني كده اذنك الجميله واسمع مني الكلمتين دول بهدوء. المثال بتاع دي كالتالي، ركز في كل جمله هكتبها لك هنا عشان الموضوع ده مهم. I haven't seen علي since he left، دي جمله. الجمله الثانيه، I saw علي yesterday نقطة، I not him since he left. انا هكتب وبعدين هقول لك عشان تركز معايا، فانا سيبني المكتب بس. يعني I didn't meet ولا hadn't met ولا haven't met. بداية كده يا عم عايز تركز في حتة، انت هنا بتقول لي I haven't seen علي since he left، دي معناها ايه؟ معناها لم ارى علي من يوم ما غادر الى الان، يعني الموضوع له علاقه بايه؟ بالان المضارع، فعشان كده حضرتك بتاخد مضارع تام. يبقى لما تقول I haven't seen علي since he left معناها انا ما شفتوش من يوم ما مشي لحد النهارده. طب الجمله الثانيه، انا شفت علي امبارح، حلو؟ انا اصلا ما كنتش شفته من يوم ما مشي، ده معناها اني لم اراه منذ غادر لحد امتى؟ لحد امبارح. يعني انت شفته امتى كده؟ امبارح. فالحدث كله برمته زمنه ماضي، وبناء عليه حضرتك محتاج ماضي، فهنستبعد هافنت ميت، دخلنا في صراع تاني. طب ما هو ماضي didn't meet ماضي وهادنت ميت ماضي. هروح انا اقول لك بقى باختصار شديد وبكل بساطه كده وكل لباقه، هي سينس بيجي قبلها ايه؟ مضارع تام. طب الماضي من المضارع التام ده اللي هو ماضي تام، يبقى هاخد هادنت ميت تاني. الجمله التانيه بيقول لك فيها ان انا قابلت علي امبارح، انا اصلا ما كنتش قابلته من يوم ما مشي لحد امتى؟ لحد امبارح. طيب كمان مثال صغير برضو الحته دي، معلش مثال هينرفز اخواتنا وحبايبنا الاهلاويه. لما اقول لك مثلا اهلي وان يسترديز ماتش، يسترديز ماتش، الاهلي فاز بمباراه امس، حلو؟ they not since مثلا 2007، اخر حاجه فاكرها فاز فيها الاهلي كانت 2007، يبقى they haven't won ولا they didn't win ولا they hadn't won.
هروح انا ماسك القلم بالراحه كده وبهدوء وبتكتك واترجم. والله بيقول لك ان الاهلي فاز امبارح. هو اصلا الاهلي ما فازش من سنه 2007 لحد امتى؟ لحد امبارح. يعني الموضوع كله امبارح وما قبله. انا عايز ماني تام. حلو الكلام. طيب الموضوع لذيذ لذيذ ولطيف، بس احنا عايزين نفهم، احنا عايزين ما نحفظش عشان في الامتحان ما نغرقش. طب الجمله رقم 2 بيقول لك I saw my friend عمر last week، انا قابلت عمر صديقي الاسبوع اللي فات. حلو. انا بقى ما كنتش قابلته من 2019، يعني من 2019 لحد الاسبوع اللي فات، يعني ده كله كده ماضي. فحضرتك عايز ماضي فتاخد ماضي تام، يبقى hadn't seen. طب الجمله اللي بعد كده بيقول لك I didn't send the report until I، انا ما بعتش الايميل التقرير الا لما انا راجعته. فانا راجعته الاول، فانا استخدم ماني تايم، يبقى هاد ريفايزد. They had been playing football for an hour before it not to rain. فاكر انت الحته اللي كنا بنقول لما نلاقي في الجمله، اسمع مني كده، لما تلاقي في الجمله فور وبعدين مده زمنيه وبعدين بيفور وبعدهم في الاخر هنا فعل. حلو. قلنا بنستخدم تام مستمر. طب مضارع ولا ماضي؟ والله على حسب زمن الفعل هنا. ده معناها ان هنا لما اداني ماضي تام مستمر، يعني هو كان عايز هنا زمن ماضي، فناخد ستارتد. بس خد بالك انه لازم يكون ماضي بسيط. طيب جمله يعني شكلها، جمله شكلها، نرجع لجمله شكلها كده واقولها لك. لما اقول لك في جمله مثلا تامر had been reading the story for an hour before I not. يا ترى هنقول cool ولا cold ولا had cold؟ لازم تحفظ او تفهم الدق الجملة بدقة. انت بتقول في الجملة دي ان تامر كان شغال ومستمر في قراءة القصة بقاله ساعة قبل ما نتصل بيه. عندي فور وعندي بيفور، فانا قلت لنفسي والله يا مستر الاتنين دول مع بعض كده بيقولوا ان هما تام مستمر. طب ايه، هما مضارع ولا ماضي تام مستمر؟ على حسب الفعل اللي هنا. الراجل ما جابش الفعل، يبقى اكيد هو خد ده على حسب زمن الفعل. طب هو ده زمنه ايه ده؟ ده زمنه ماضي تام مستمر، يبقى اللي هنا كان زمنه ماضي، فناخد مين؟ ماضي بسيط. اوعى تختار ماضي تام. طب افرض نفس الجمله دي كده، نفس الجمله، بس هو شال لك هاد من هنا وحط لك هنا في الجمله دي كده في الحته اللي في النقط دي، بيقول لك اي كول هيم، بقى جايبها كول. هتروح انت قايل لنفسك والله في فور وبيفور والفعل ده زمنه مضارع، فانا عايز مضارع تام مستمر فاقول هاز. ولو قلبنا النظريه، شلنا هاز وشلنا دي من هنا خالص كده، انا عايز احاول يعني افهمك الموضوع باكتر من شكل يعني. وهنا قال لك سامر هاز بين ريدنج، هتقول لنفسك والله ما دام ده مضارع يبقى انا عايز مضارع فنستخدم كول. طيب طب افرض احنا شلنا كتبنا كول وشلنا هاز، يعني انت فاهم، مضارع مع مضارع، ماضي مع ماضي، بس انتبه انه لازم يكون مضارع بسيط، خد بالك من دي. طيب ارجع لجملتك اللطيفه اللي عليها الدور رقم 5. ريدي for the party before the guests arrived. والله انت بتقولي قبل ما الضيوف يجهزوا، هو كان جاهز، فالجهزان ده حدث اولاني، فنسال بقى had you got she not the eye the city before her school trip، قبل الرحله، يعني هي زارت المدينه وبعدين طلعت رحله، فالزياره دي حدث ايه؟ حدث اولاني. فحضرتك هتستخدم ماي تام اللي هو had already visited رقم دي. طيب اللي بعد كده رقم 7 I had not for 3 hours before I went to bed. انت بتقولي 4 3 hours before، صح؟ يبقى انت كده عندك 4 before، زي الفل، كلام جميل. الفعل اللي بعدهم زمنه ايه؟ ماضي. فانت عايز هنا ايه؟ ماضي تام مستمر. فهو قال لك had been ing، يبقى I had been studying for the for 3 hours. طب not they got home she had already left. ركز انت كده، بيقول لك ايه؟ had left، يعني ده حدث ايه يا فندم؟ ده حدث اولاني. يبقى الحدث اللي هنا كان حدث ايه؟ حدث تاني. فاكيد انت هتقولي بعد ما عملت الحاجه التانيه ولا قبل ما اعمل الحاجه التانيه؟ المفروض انك تقولي قبل ما اعمل الحاجه التانيه. طيب وقبل دي اللي هي مين في الجمل ديت؟ قبل يعني بيفور وباي ذا تايم، فانا خد له بيفور وباي ذا تايم، واحده منهم ينفعه. She went to bed early because she not for a long time. بقول لك هي راحت نامت بدري لان هي ايه؟ بقى لها فتره طويله. اكيد لانها لعبت لفتره طويله، فنستخدم had played. طيب ليه؟ هي لعبت الاول وخلصت وبعد راحت نامت، فحرس اللعبة ده حرس اولاني. طيب الجملة اللي بعد كده بيقول لك باي 2012، قبل سنة 2012 انا ثلاث روايات. It was a great achievement، لقد كان انجازا عظيما. فهقول لك had written. طب يا مستر ليه ما ناخدش had been writing؟ هقول لك يا حبيبي في قاعدة بتقول لك مع
العدد ممنوع تفكر اصلا في المستمر. هو قال لك هنا كام روايه؟ ثلاثه. ينفع يكتب ثلاث روايات في نفس الوقت او يقرا ثلاث روايات في نفس الوقت؟ ده مستحيل. يقرا روايه ويخلصها وبعدين الثانيه وبعدين الثالثه. الجمله اللي بعدها بيقول لك وي ارايفد هاف ان اور ليت. اسمع بقى الجمله دي عشان حلوه. احنا وصلنا متاخرين نص ساعه. الفيلم بقى كان بدا قبلها بشويه. يعني ايه اللي حصل الاول؟ الفيلم بدا الاول وبعدين احنا كعادتنا وصلنا متاخرين. فحدث البدايه ده حدث اولاني، فانت حضرتك عايز ماي تايم اللي هو هات بيجن. انت عارف لو انت بدل ايرلير دي حاطط ليتر يبقى الجمله هتبقى ازاي؟ بص كده اكتب لك جمله بنفس الفكره اللي انا عايز اوصلها لك. يعني لما اقول لك مثلا اي ريتشد هوم، ريتشد ات هوم مثلا ات 7، وصلت البيت الساعه 7. ذا فيلم not an hour later، ونفس القصة not an hour earlier. هتركز معايا كده انت في الموضوع ده؟ معلش بقول لك انا وصلت البيت الساعة 7، الفيلم كان بدأ later يعني بعدها بساعة. في هنا اتش برضه نستكتبها مش عارف ليه. المهم الفيلم بدأ بعدها بساعة، يعني معنى كده ايه اللي حصل؟ ان احنا وصلنا الاول وبعدين الفيلم بدأ، يبقى انت عايز حدث تاني، فانت عايز ماضي بسيط فهتقول started. طب الجمله اللي بعدها احنا وصلنا البيت الساعه 7، الفيلم بدا earlier. يعني ايه earlier؟ يعني قبلها، يعني بدا مبكرا قبل ما نوصل. يعني معنى كده انه بدا الاول وبعدين حضرتك وصلت، فانت عايز حدث اولاني فهتستخدم هنا had started. وهنرجع للجمله تاني نطبق الكلام ده عملي. بيقول لك احنا وصلنا البيت متاخرين ساعه او نص ساعه، الفيلم بدا earlier. تاني earlier، وانت قلت لي هنا ما دام انت قلت لي earlier فانت عايز ماي تام، فنفس القصه اللي احنا عملناها خدنا ماي تام. طيب after the house not painted with furniture it، بعد ما البيت تم تزيينه يعني تم تلوينه احنا furniture it يعني فرشناه بالاساس، فانت عايز تقول لونا او دهنا ماضي تام مبني المجهول يبقى had been. طب ليه مجهول؟ عشان البيت دهنا ما دهنش حد. زي not to spend the feast with us every year until we moved، هما ان هما يقضوا معانا العيد كل سنه لحد ما هم انتقلوا، يبقى هم اعتادوا ان يفعلوا، يبقى يوز تو الماستر. شي نوت ا تيتشر بيفور شي بيكيم ا جورنالست، قبل ما تبقى هي صحفيه هي اشتغلت رقم واحد اشتغلت مدرسه، يبقى ماضي تام عشان ده حدث اولاني. معتز فور اونلي 3 ويكس سو هي فيلد هيز درايفنج تيست، بيقول لك معتز تدرب فقط لمده 3 اسابيع عشان كده هو سقط في الامتحان. طب تدربه دي زمانها ايه؟ ماضي تام. هو ايه اللي حصل الاول؟ اتدرب ولا سقط؟ لا هو اتدرب الاول وبعد ما اتدرب كده التدريب الخايب رقم 2 راح سقط ورجع. طيب بعد كده 16 بيقول لك this book is by a famous writer، الجمله دي مخادعه. ليه؟ انت عايز تقول لي هذا الكتاب كتب روت كتب، ده معلوم، احنا عايزين مجهول، دي مجهول فعلا. had been written دي برده مجهول، وhas written ده برده ما ينفعش عشانها معلوم. انا عايز مجهول يا فندم، فتفكيري هنا وهنا. بس المنطق بيقول لك ان الكتاب كتب يعني ما جابلكش حدث تاني فناخد was written. ركز، الماضي التام بيستخدم، الماضي التام بيستخدم لما يكون في حدثين، ده رقم واحد. رقم اتنين لو بدأنا في الجملة باي، في الحالتين دول تاخد ماضي تام. I stories very quickly but I no longer do that، انا ما بقتش بعمل كده، ده معناها ان انا كنت معتاد ان افعل ذلك، يبقى I used to write، يبقى انا اعتدت ان اكتب قصصا بسرعة. used to المصدر معناها اني بطلت. طب اي نوت شورت ستوريز، ركز بقى عشان الجمله دي برضه فيها لعبه. بقول لك ان انا زمان كنت بقرا شورت ستوريز، بس اليومين دول عذرا انا بقرا روايات او بكتب روايات. انا كنت زمان بكتب قصص قصيره، دلوقتي بكتب روايات. يعني معنى كده ان الموضوع ده كان مستمر زمن الماضي وتوقف. بما انه توقف فانا قدامي حاجه من ثلاثه، رقم واحد ان استخدم ماضي بسيط عشان بيعبر عن عارف زمن الماضي، او استخدم يوزد تو والفعل في المصدر، او اجيب ظرف زي اولويز ويوجوال واوفن وسام تايمز وبعدها ماضي بسيط. طب انا قدامي ضمير تام وده مضارع تام وده ماضي مستمر، اذا الاجابه اصبحت روت. وكان ينفع، بص بقى امشي مع القلم كده، كان ينفع زي ما احنا قلنا ماضي بسيط اللي هو روت، كان ممكن نقول يوزد تو رايت او اولويز روت. طيب الجمله اللي بعد كده رقم 19، ذا ريفر واز فيري فول، النهر كان مليان لان الدنيا استمرت في المطر 3 ايام، يبقى هاد بين رينينج. ذا ويندوز ات سكول نوت ذيس مورنينج، الشبابيك بتاعت المدرسه نظفت، ده معلوم مش هينفع.
وده معلوم برضو مش هينفع، وده معلوم مش هينفع، يبقى انت اكيد عايز ورك لين، الموضوع محلول يا جدعان. 5 trees in the park، خمسة اشجار في الحديقة داون، قطعت. انت اكيد ذكي ولمحت الراجل فاعل الجملة يقول لك خمس اشجار، يعني معنى كده ان فاعل الجملة جمع. ينفع في الجمع تقول لي هاز؟ عيب عليك، المفروض تقول لي خمس اشجار فهاف او هاد. طيب هو الاشجار قطعت ولا قطعت؟ لا قطعت، معلوق عايز مجهول، وبالتالي هنشيل دي عشان دي مبنية للمعلوم، وهنشيل هاد بين كاتنج دي برضه مبنية للمعلوم، ده ماضي تام مستمر، يبقى ناخد ورك كات. My last novel not changed several times before I was happy with it. الرواية الأخيرة غيرت، تم تغييرها يعني، فأنت عايز مجهول يبقى هاد بين. When it began to rain، لما بدأت الدنيا تمطر. The players not for only 10 minutes، اللعيبة إيه لمدة 10 دقائق، اللعيبة كانوا يلعبوا، يعني الدنيا بدأت تمطر أهو ماضي، فأنت عايز إن حاجة برضه ماضي، فأنت هتستبعد آر وتستبعد هاف. باقي معاك بلايد ولا هاد بين بلينك، المعنى بالعربي يقول لك لما الدنيا بدأت تمطر هم كانوا بيلعبوا بقالهم 10 دقايق، يعني كانوا مستمرين في اللعب. في 24 بيقول لك ماي فاذر نوت مي تو فوتبول ماتش ات ذا ويك اند، يخرب بيت الجمله الخربوشه دي، بيقول لك يوم الاجازه بابايا خدنا ودانا نلعب كوره، يبقى ده ماضي بسيط فناخد توك. طب افرض الراجل قال لك الجمله ماي فاذر، نفس الجمله اللطيفه الجميله دي بشحمها ولحمها الحاد هنا كده، وبعدين قال لك باي ذا ويك اند، هنا في الحاله دي هناخد ماضي تام. ليه؟ عشان انت بتقول ان هو اخذنا الاول وبعدين الاجازه جت، يعني اخذنا قبل الاجازه، فكنا ناخد ماضي تام ساعتها. I not revising all my lessons by last night، والله ما دام في باي لاست نايت فحضرتك عايز ماضي تام، وكل ده ماضي، كل ده مستقبل ومضارع، هي دي بس الوحيده. عايز تبقى خربوش، لو الراجل قال لك I not revising all my lessons last night كنا هنقول I finished على طول، لو شلنا باي يبقى ناخد ماضي بس على طول هنا. طيب رقم 26، had you been waiting for Hala for a long time before she، بص يا باشا for مده زمنيه وبعدين before، يبقى ده تام مستمر، تام مستمر هنا ايه؟ ماضي تام مستمر، ده معناها ان الفعل هنا كان زمنه ماضي بس ماضي بسيط، اوعى تنخدع وتاخد ماضي تام. She was overjoyed، كانت مبسوطه جدا اخر انبساط. Because she not her final exam او هي، لانه نجح في الامتحان، فهو نجح الاول وبعدين اتبسط، النجاح حدث اول يبقى هاد باسط. غير كده ان كلمه ينجح ما ينفعش تيجي مستمر. She was exhausted because she، هي كانت تعبانه لان هي كانت بتنظف طول اليوم، فناخد had been working. هتسالني سؤال، طب ما انا ممكن اقول يا مستر هي كانت تعبانه لانها نظفت طول اليوم، هقول لك حاجه، هو ايه سبب التعب؟ التنظيف، يعني معنى كده ان التعب ما دام مستمر يبقى الشغل كان مستمر. عارف انت لو قلت لي had worked يعني كده خلصت شغل، يبقى هي مش تعبانه دلوقتي. My uncle not for the company for 10 years when he got بروموشن، ادي فور 10 years وبعدين وين، احنا قلنا فور وين وفور بيفور، بعدهم فعل زمن ماضي، فانا عايز ماضي تام مستمر، يبقى هاد بين وركينج. بس خد بالك اوعى تنسى يكون الفعل ده ما ينفعش يجي مستمر وتاخده مستمر، تبقى مصيبه. رقم 3، رقم 30، ذا تي في بروجرام ويل فور 5 years بيفور، بقاله 5 سنين قبل ما يتم الغائه، البرنامج ده كان شغال 5 سنين زي الفل، كان بيعرض 5 سنين، يبقى هاد been working اللي هي رقم سي. تاني كده، البرنامج التلفزيوني كان بيعرض جيدا لمدة 5 سنوات. My brother not short stories، ركز بقى هنا عشان في لخبطة هتحصل. أبو أخويا كان بيكتب قصص قصيرة لمدة 3 سنين قبل ما ينشرهم، أدا قدامي فور وأدي بفور وبعدين الفعل زمن ماضي، فأنا عايز ماي تام مستمر، يبقى had been writing. طيب افرض الراجل هنا ربنا ما هداش نفسه وقال لك my father not three short stories، في الحالة دي كنا هناخد had written بس مش had been writing عشان ده في عدد. The match not when I reached the stadium، الماتش يا باشا لما انا وصلت الاستاد. حلو، انا اصلا فاتني البداية الجميلة، ده معناها ان الماتش بدأ الاول وبعدين انا وصلت، وبما انك انت وصلت متأخر يعني هو بدأ الاول، فانت عايز ماضي تام، يبقى تاخد had begun. فاكر الجملة اللي قلناها قبل كده اللي كان بيقول لك فيها كده the train not the train not when I reached station يعني we didn't catch the train او we didn't catch it، ده معناه ايه بقى؟ بيقول لك احنا ما لحقناش القطار، يعني معنى كده ايه اللي حصل الاول؟ معنى كده ان القطار غادر الاول وبعدين احنا وصلنا، بدليل انه قال لك ان القطار فاتنا، يبقى مغادره القطار ده حدث ايه؟ اولاني، وبما انه حدث اولاني فانت تستخدم لي هنا had left. طب انت عارف لو قال لك we
كوت ات لحقنا، ده معناها ايه؟ ان احنا وصلنا الاول وبعدين القطار غادر. في الحاله دي المغادره هتبقى ماضي بسيط والوصول يبقى ماضي تام. ارجع تاني للجمله. طيب بعد كده رقم 33. After not her daily homework، بعد قيامها بواجبها اليومي، she had some rest، بعد ما عملت واجبها خدت راحه. مين اللي عمل الواجب؟ البنت. ومين اللي خد راحه؟ البنت برضه. في فاعل؟ لا مفيش فاعل، يبقى ما ينفعش اي فعل مساعد خالص هنا، وناخد اي ان جي. After yes or not two chapters of great expectations he went to bed، بعد ما قرأ فصلين راح نام. فقرأ الاول يبقى had read. طب ليه ما ناخدش had been reading او has been reading؟ عشان في هنا معاك عدد، ومع العدد منوال مستمر. 35. I know until my brother returns home. until my brother ايه؟ returns home. اه تمام. to make sure he is. خد بالك انت قلت لي returns و is، فالجمله كده زمانها مضارع. طيب انا لما يكون معايا till و until واي رابط في الدنيا، اي رابط في تاريخ البشريه، اكتب بالعربي اكتبها لك ازاي؟ اي رابط في الدنيا، اي رابط بنجيب بعده مضارع، فانت عايز قبله مستقبل او مضارع برضه زيه او امر. فطبعا ده ماضي مش معانا، وده ماضي مش معانا، وده مضارع مستمر برضه مش معانا، يبقى انت تاخد وانت ليف. والمعنى بالعربي اصلا قال كده، قال لك انا سوف لا اغادر حتى يعود اخي. I know that manager four years before I worked with him. انا بقى هنا عايز اعمل نفسي طالب حافظ وخايب وانفذ تجربه فاشله كده. بص هعمل ايه؟ ادي فور وبعدين بيفور، يبقى انت كده على كلام المستر انا كده عايز تام مستمر. طيب وركد ماضي، يبقى انا كده عايز ماضي تام مستمر. بس خد بالك في كلمه انت اكلتها وانا قلت لك في فيديو الشرح، قلت لك بشرط ان الفعل اصلا يكون ينفع يجي مستمر. كلمه نو يعني يعرف، اي فعل معناه يعرف، ما يجيش في مستمر لا في اي زمن مستمر، لا مضارع ولا ماضي ولا ما ينفعش مستمر، يبقى انا كده هاخد نون، هاد نون. رقم 37. After I not to quiet music for 2 hours I left I felt relaxed، بعد ما انا سمعت موسيقى لمده ساعتين انا شعرت بالاسترخاء. ركز الكلام بالعربي بيقول ايه؟ انت بتقول بعد ما سمعت موسيقى لمده ساعتين، يعني حدث انتهى. طب ليه ما ناخدش هاد بالليسننج؟ ينفع بالعربي اقول لك بعد ما كنت بسمع موسيقى لمده ساعتين ارتحت؟ لا ده بعد ما سمعت ارتحت. هافينج عايزه بعدها باست بارتيسيبل اللي هي هافينج فاوند، اللي هي ده لو كانت معلوم. طب بين فاوند لو كانت مجهول؟ انت بتقول بعد ان وجدت، وجد معلوم ولا مجهول؟ ده معلوم، يبقى نقول هافينج فاوند بعد ان وجد. طيب 39 بقول لك before the manager arrived، قبل ما المدير يوصل بالسلامه، the lazy employee العمال الكسولين لم يكونوا قد فعلوا شيء، او ما كانوش بيعملوا شيء. بص يعني طول الفتره دي ما كانوش بيعملوا شيء، شايف الالم مستمر ازاي؟ يبقى hadn't been doing اللي رقم بي. طيب رقم 40. no sooner the medicine زان هي ليفت، بمجرد ما خد الدواء غادر. يبقى نوسونر هاد فاعل باست بارتيسيبل، ادي هاد هي تيكن. هيز اون كومباني هي توك اون ماني وركرز، بعد ان بنى، بعد بناء. يعني مع انت عايز كده معنى معلوم ولا مجهول؟ لا معلوم. قلت لك لو بدانا الجمله باي ان جي فده بيديني معنى معلوم، لو بدأناها بباست بارتيسيبل فيديك معنى مجهول. وانت بتقول لي معلوم يبقى فاوندنج رقم دي، وفاوندنج معناها هنا بعد بناء الشركه. As soon as وبعدها الحدث الأولاني، فأنت عايز هنا حدث تاني ماضي بسيط فتاخد started، الموضوع خلصان في دي. As soon as دي مسلمة. When I was 16 أيام ما كان عندي 16 سنة، I not going for swim every day. بص يا باشا أنت بتحكي لي عن إيه دلوقتي؟ عن عادة في زمن الماضي. إذا هتقول لي I used to go، أو تجيب لي ماضي بسيط، أو تجيب ظرف من ظروف التكرار ومعاه ماضي. يبقى تقول لي When I was 16 I used to، والمصدر لا ده غلط. ليه بقى؟ عشان انت هنا قدامك في الجمله going، فتاخد بقى be used to واحده من الاربعه، be used to، got used to، became used to، grow used to. مفيش ولا واحده من دول هنا، لا في واحده اهي got used to. طب معلش ايه المانع انك تاخد لي I used to والمصدر؟ ماشي، ما هو لو في كان go هنا كنا خدناه. luckily لحسن الحظ when I know the station the train left، من حسن حظي ان انا وصلت الاول وبعدين القطار غادر. يعني معنى كده الوصول ده حدث اولاني، فحضرتك عايز ماضي تام يبقى had reached او reached. طبعا ريتشد بس الموجوده، وعلى فكره لو كان في هاد ريتشد كنا خدناها. طيب افرض الجمله مكتوب فيها بقى مكتوب فيها كده unluckily، يعني ايه unluckily؟ لسوء الحظ. لو هو كاتب لك unluckily فلسوء الحظ ان انا وصلت رقم 2 والقطار غادر
رقم واحد لسوء الحظ ان القطار غادر الاول وبعدين انا وصلت بعد كده. هي نوت باي موسكيتو ديورينج ذا نايت. هو لودي غايب، انت عايز مجهول، فوز بيتن وما فيهاش قضيه. 46 هاد اي سيفد a lot of money. والله هاد فاعل بسط بارتيسيبل اللي بيجي معاه سونر وبيجي معاه سكيرسلي يا عم، بس هنا في الرابط معاك مين وين، يبقى سكيرسلي وين وهاردلي وين، لكن نو سونر زام. Before you told me about him، قبل ما انت تحكي لي عنه. I not of that novelist، انا اصلا لم اسمع، ما كنتش سمعت عنه. يبقى before معاك الماضي البسيط بتاعها لو الحدث الثاني، فانت عايز حدث اولاني ماضي تاني، يبقى hadn't ever heard اللي رقم ايه. الجملة اللي بعد كده 48 my friend not for more than an hour for more than an hour when he finally bought. طب يا مستر، هو كلمة بوت الماضي منها التصريف الثاني بوت والتصريف الثالث برضه بوت، حلو، انا ايه اعرف ان دي بوت انهي واحدة في دول؟ لو هو عمل دي في الامتحان فبيجيب غصب عنه الفاعل هي وشي وات او اسم مفرد، عشان لو انت قلت لي هي بوت يبقى ده كان زمانه ماضي، لكن لو انت قلتها لي مضارع فهتقولها لي هي بوتس، بحس يبقى مضارع. الراجل مديك بوت يبقى ماضي، فانت عايز ماضي، فهتقولي ماي فريند هاد بين توكينج اللي زمان هي دي. فزي ما اتفقنا يا شباب هاد بين توكينج، عشان الفيديو فصل. 49 I'd rather you not the score it is approaching. في جمله زي دي انا عارف ان لما يكون معايا I'd rather وبعدها فاعل انا عايز هنا كده زمن ماضي، حلو. انصحك كطالب، انصحك كطالب، بص على الاختيارات دي، مضارع ملهاش علاقه، ده تو المصدر وده ويل، اذا مفيش غير واحده بس ماضي تاخدها. طب افرض كان في اختيارات ماضي بسيط وماضي تام، ارجع بقى شوف الجمله زمانها ماضي ولا مضارع ولا مستقبل وابدا فكر في الحوار ده. When she suggested the idea، لما هي اقترحت الفكره عليا. I not using computer it wasn't new، الموضوع ما كانش جديد عليا. لما هي اقترحت الفكره عليا انا اصلا كنت بستخدم الكمبيوتر، الموضوع ده ما كانش جديد. بما انه ما كانش جديد فالاقتراح ده كان حاجه ثانيه، لانك انت عارف وبتستخدم الكمبيوتر وبعدين هي اقترحت عليك والاقتراح ليس جديدا، يبقى انت عايز هنا حدث اولاني في ماضي تام فهاد ترايد. طب اللي بعدها هتوضحها اكتر، بيقول لك when she لما هي اقترحت عليا الفكره انا بدات استخدم كمبيوتر، حتى قال لك I took her advice، انا خدت نصيحتها. ده معناه ايه؟ انها اقترحت الاول وبعدين انا سمعت كلامها، فسمعان الكلام ده والمحاوله دي، المحاوله دي حدث تاني، فانت عايز ماضي بسيط. We not that we had to give in our homework on Thursday، نحن اخبرنا، فانت عايز مجهول، يبقى we were told. رقم 53 how many من اولها كده ما دام فيها عدد يبقى ممنوع المستمر، فانت هتشيل اي حاجه مستمره في الاختيارات. How many sandwiches when you felt؟ والله في رابط وبعد الرابط ماضي، فانا عايز قبله ماضي برضو، يبقى انت هتستبعد هاف وباقي معاك had you eaten ولا had you been eaten، يعني كم عدد السندوتشات التي انت اكلتها، فالمعنى معلوم يبقى had you eaten. Those old stories are still not by many children today. هذه قاس ماذا لا يحبها، ماذا تحب، يبقى verb to be والباست بارتيسيبل عشان ده مجهول، يبقى are still loved. Before I reached my office، قبل ما اوصل المكتب العربيه بتاعتي تعطلت. تعطلت ده مبني للمعلوم، خد بالك، فانت تاخد هاد بروكن. طب ليه ما تاخدش هاد بن بريكنج؟ اصلك في العربي قلت لي العربيه تعطلت، ما قلتليش كانت بتعطل. What not all evening by the time Tamer returned home، بص بيقول لك by the time دي بيكون معاها حدثين، حدث اولاني وحدث ثاني. قبل ما تامر يعمل الحاجه الثانيه دي في حاجه حصلت هنا الاول، فانت عايز حدث اولاني، يبقى تقول له What had you been doing؟ يعني ايه؟ ماذا كنت تفعل طوال الليل؟ تاني كده باي ذا تايم، بعدها الحرس الثاني، قبلها الحرس الاولاني، والاولاني لازم يكون ماضي تام. طب ليه ما ناخدش هاد دان؟ لان الراجل قال لك طول الليل، يعني حدث مستمر. شي ريفيوز تو لند مي، الجمله دي خربوشه شويه، محتاجه ترجمه وفهم. بيقول لك هي رفضت تسلفني الكاميرا لحد ما انا حلفت او وعدتها اني هرجعها تاني. يعني انا وعدتها الاول وبعد كده هي سلفتني، فالوعد حدث اولاني، فانت عايز ماضي تام هاد بروميست. طب ايه من الجمل دي is structurally correct؟ امسك واحده بواحده. بقول لك وانس، لمجرد ما انا سمعت الخبر انا اتصلت، فالطبيعي رقم واحد ان انا سمعت، وبعدين رقم اثنين ان انا اتصلت، فالسماع الحدث الاولاني فهيكون ماضي تام، والاتصال حدث ثاني ماضي بسيط. طب تعالى، السماع لازم يكون ماضي تام، هنا مضارع تام فمش معانا، ده مضارع، ده ماضي بسيط مش معانا، هاد بين هيرنج ده مضارع، ده ماضي تام مستمر برده مش معانا، يبقى الاجابه رقم دي. طب واحد هيقول لي يا مستر، طب ليه ما ناخدش رقم سي؟ ما هي ماضي تام برضه بس مستمر. دي معناها بمجرد ما كنت بسمع الاخبار انا اتصلت. ما ينفعش. طب ليه ما ناخدش رقم بي؟ ما هو ممكن الحدث الاولاني زي ما انت قلت لي يبقى ماضي بسيط او تام. ايوه، ما هو المشكله مش هنا. هو لو قال لك وانس اي هيرد ذا جود نيوز اي كونتاكتد كنا قلنا ماشي. لكن هو جايب كونتاكتد اللي هي المفروض كونتاكتد الاتصال ده حدث ايه زي ما اتفقنا؟ تاني، هو جايب ماضي تام. طبعا ده غلط. طيب ويتش اوف ذا فولوينج ستارتش، ايه من دول مترقمه صح؟ انا قدامي في النص تلو انتل،
جايب لي معاها مضارع تام وبعدها ماضي، يبقى ماضي تام غلط. طب تلو انتل بعدها ماضي تام وقبلها ماضي بسيط منفي، القاعده كده صح. اشوف المعنى، انا لم اسلم الاجابات الا بعد ان فحصت، يبقى رقم بي اللي صح. طب رقم 60، I had the habit of sleeping with the lights on but now I don't. بقول لك انا كان عندي عاده ان انام والنور منور، لكن اليومين دول ما بعملش. خد بالك ايه I had the habit of، يعني الموضوع بيحكي لك عن عاده كانت زمان عنده وبطلت، لم تعد موجوده. تعال نشوف واحده بواحده. اول واحده I got used to sleeping with the lights on. هو في الجمله هنا اصلا جاب لك حاجه مستمره، مفيش علاقه بالمستمر خالص، يبقى انت تستبعد دي خالص تماما. طيب الثانيه I am دي مضارع. طيب I used to sleep with the lights on، اركز كده في الجمله، انا كان عندي زمان عاده اني انام والنور منور، ده معناها ان انا متعود انام والنور منور، اللي هي رقم سي. اللي يبقى used to المصدر، used to والفعل في المصدر، عاده كانت بتحصل زمان وبطلت، وهو قال لك هنا ان انا كان عندي عاده. طيب رقم 61 I used to sleep with the lights on. بص بقى، انا اتعودت زمان اني انام والنور منور، ده معناه ان انا حاليا ما بنامش والنور منور، او بنام والنور مطفي. طيب هنا ايام، يبقى الجمله راحت على المضارع مش موضوعنا مش معانا. طب I was used to sleeping ده مستمر، هو في الجمله الاصليه اصلا ما جابلكش سيره استمرار عموما يعني. غير كده اصلا انك بتقولي في الجمله الاصليه ان انا كنت متعود انام والنور منور، لكن دي كان متعود ومستمر ينام والنور مطفي، فده غلط. طب I used to sleep with no lights on، انا كنت متعود اني انام ومفيش نور منور، ازاي؟ ده هو قال لك هنا with lights on، هنا بيقول لك no، يبقى الاجابه I no longer sleep with the lights on. والمعنى بالعربي كده لما تقول يوز تو المصدر، كان متعود يعمل شيء وبطل، وهو قال لك هنا no longer. طب 62 she had she had lunch at 2، هي تناولت الغداء الساعه 2. في ملحوظه هنا هقول لك عليها سريعا ونرجع تاني. بص يا باشا، الفعل have ده لا ياتي هو نفسه مجهول ايا كان معناه. طيب امال لو كان في الجمله نعمل ايه؟ على سبيل المثال لما نقول مثلا سهى has مثلا a book، جمله زي كده. جمله ثانيه سهى has a good time. جمله ثالثه I have lunch. تمام، الجمله الاولانيه دي بيقول لك سهى has a book، has هنا معناها يمتلك. طب سهى has a good time يعني قضت وقتا ممتعا. I have lunch اتناول الغداء، حلو، او ياكل. قال لك لما تيجي تعملها عند تحويلها للمجهول بنترجم المعنى ونحوله. بمعنى انت قلت لي هذا هنا بمعنى يمتلك صح، فهتحول بقى كلمه هاز دي لاي كلمه بمعنى يمتلك، فنقول بقى a book الكتاب is owned او is possessed by me. طب سهى هاد a good time يعني قضت، يبقى انت هتشيل الكلمه دي لما تيجي تعمل مجهول وتحط مكانها spent، فهتقول a good time هو جاب هاز، يبقى is spent وقتا جيدا يقضى by منى. طب هنا كلمه هاف اللي معناها يتناول، يبقى انت كده معناها يتناول او ياكل، فتقول للغداء اكل، يبقى lunch is eaten. فاهمني؟ طيب ده رقم واحد. رقم اتنين او الجزئيه الثانيه في الملحوظه، ان اي فعل معناه، اي فعل معناه يملك لا ياتي مستمر. ارجع كده لجملتك شوف انت بتعمل في ايه ساعتها. بقول لك ان هي تناولت الغداء، يبقى كلمه هاد هنا يعني يتناول يعني ياكل. هل ده معناها ان lunch was had؟ لا، ما انت كده جايب لي الفعل have في المجهول وده غلط. طيب lunch had eaten الغداء اكل؟ لا، هو اكل. طب lunch had been eating كان بياكل برضه؟ لا، يبقى lunch was eaten. عمل ايه؟ هو قال لك ان كلمه هاد يعني معناها يتناول، فمعناها ياكل، فنحط مكانها eat. I wish I were a doctor، يا ريتني كنت دكتور، ده معناه انا الان لست دكتورا، I am not a doctor. طيب 64 I'd rather you didn't ask me for money. بص يا باشا، احنا كنا بنقول I'd rather عموما يعني افهمك، بنجيب بعدها فاعل وبعدين ماضي بسيط او ماضي تام. ماضي تام ده لو المعنى ماضي، طب دي لو مضارع او مستقبل. طيب الراجل بقى عمل حاجه ثانيه قلب لك النظريه. انت قلت لي ان انت بتاخد بعد would rather ماضي بسيط امتى؟ لو الجمله مضارع. اذا الجمله الاصليه كانت مضارع، فمش هينفع نفكر في دي ولا في دي. وريجريت اي ان جي معناها ندمان ان انا فعلت، يبقى ده برده مش معانا، اذا الاجابه اصبحت رقم سي. تاني كده انا بقول انا افضل لو انك لم تطلب مني مالا، يعني انا مش عايز تطلب مني فلوس.
طب I had my lunch after taking a shower. أنا تناولت الغداء بعد ما خدت الشاور، يعني الغداء الأول. هل ده معناها إن I had had my lunch after I took a shower؟ العربي هيقول لك إن أنا تناولت الغداء بعد ما خدت الشاور، العربي صح، لكن القاعدة غلط. ليه؟ لأن after المية التام بيجي قبلها، بعدها مش قبلها. طب I had had my lunch before I took a shower، أنا اتغديت قبل الشاور. هو في الجملة قال لك إن أنا خدت الشاور الأول، يبقى دي برضو غلط. طب التالتة having taken a shower، بعد أن أخذت شاورا أنا تناولت الغداء، يبقى رقم سي مظبوطة. الجملة اللي بعد كده أو الصفحة اللي بعد كده اللي هي آخر صفحة في الأسئلة، أنا عارف أنتوا فصلتوا، أنا كمان والله فصلت، نستحمل بعضنا كده. My uncle works as a surgeon in European country. بص يا برنس، آخر كلمتين هشرحهم، استحملني فيهم وخدهم من أخوك الصغير كده. لما يكون عندك مثلا كلمة زي كلمة مثلا يوسف والمثل، قلنا الكلام ده قبل كده، وكلمة زي كلمة أندر جراوند، وزي كلمة مثلا أمبريلا، أمبريلا، وزي يونيفرسيتي، زي كلمة أونست، وزي كلمة أور، وزي كلمة أونر، وزي كلمة يوروب، وكلمة يورو اللي هو اليورو، العملة اليورو يعني. طيب بص معايا كده، أول حاجة كده عايز تعرف إن حرف اليو ده ليه نطقين، النطق الرومانسي، الرومانسي، والنطق الغابي شوية. حلو. طيب لو أنت نطقتها نطق غابي حط قبلها آن، لو نطقتها نطق رومانسي كده وبتسترق وتعمل بنتك نفسك بنوتة حط قبلها آ. طيب هنا مثلا يوسفول اندر جراوند، يوسفول ده رومانسي ازاي؟ طب اندر جراوند ده كده نطق غبي ازاي؟ بما انه غبي فناخد ان، بما ان ده رومانسي فناخد معاها ا. من الاخر كده حرف ده اسمه حرف اليو، ان الساوند بتاعه لما نيجي نطقه اسمه ا. طب امبريلا يبقى ناخد ان، طب يونيفرسيتي فناخد ا. طب هنا حرف الاتش صامت في الثلاث كلمات دول فبناخد ا، بنقول ان، بنقول سوري ان اونست. طب ليه ان؟ انك نطقت الاو، نطقت الاو، نطقت الاو، فتقول ان اونست، ان اونر، ان اور. طب الناس دي ما بننطقهمش ايه؟ بنقول يو يوروب، يوروب، والواي دي حرف من حروف الساكنه فبنقول ا يوروبيان كانتري. هو ده اللي حصل هنا. انت بتقول لي مع عمي بيعمل كجراح في دولات اوروبيه، يبقى دي حرف الواي والواي بناخد معاها ا. طيب هنا بقى هاو مستر ناصر از فيري كايند مانجر، مستر ناصر ده راجل لطيف، هو بيسامح ما تفعله من اخطاء، يبقى وات ايفر. طيب دونت وري، طبعا لنا واقفه مع وات ايفر ونيفر والحاجات دي، بس مش النهارده خالص. دونت وري ايفري ون هاز نوت، احنا متفقين ان الفاعل الغير معروف بيكون بعده فعل مفرد وضمير جمع، بما ان ضمير جمع فناخد زير. النقطتين دول هوضحهم باستفاضه في فيديو تاني لما اكون انا كده راسي عشان اقدر افهمك بشكل كويس. ان شاء الله احنا مش هنفخ للجدول، وان شاء الله لن نخل بالجدول اطلاقا ولو حدث وحدث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.